جاهز؟ جاهز طبعا. اخطر خطير، انت بتحب اللقب ده؟ طبعا اللقب ده يمكن طلعه عليا كابتن مدحت شلبي، كان نهائي كاس مصر 2010 مع حرس الحدود والاهلي، وفي الوقت دوت احنا اخدنا كاس مصر، كان البدايه من ساعتها يعني. فضل مستمر. طيب خلينا، انت كنت في الزمالك ناشئين؟ ناشئين. مشيت كام سنه؟ مشيت 21 سنه. 20 كل الفل ده يا باشا. صحيح مفيش فل ده، ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مش شايف فل؟ شايفها مكسره، شايفها مقصره، شايفها متقدم يا عم. انا رحت غزل المحله وقتها، هو غزل المحله على اسوان، على حرس الحدود، اللي حرس الحدود شاف اكتر فتره زمنيه. 9 سنين. 9 سنين في حرس الحدود. طبعا. رجعت موسم 2014 15 مع الزمالك الاول. 13 صايع يا